مدير المبيعات بشركة أنبو خاطر صار معنا أكيد تعرفوه كتير منيح توني عبدو. توني أنا دائما مازدا أوتو فوكس توني عبدو يعني خلاص صار كله متواصل مع بعض ومتفاهمين مع بعض يعني بنكمل بعض أكيد معنا. أكيد دائما نستفيد من شرحك المفصل عن كل سيارات وطرازات مازدا. اليوم معنا مفاجأة جديدة مثل ما عودتونا دائما فرص للربح أكثر وأكثر موجودة بأنبو خاطر خبرنا أكثر. كل شخص عم بيفوت على صالة العرض بالمازدا بلبنان كله عم بيكون ربحان معنا من خلال سبين أند وين أوفر اللي عم يمرق معنا بهذه الحلقة. الهدف منه انه احنا نكون دائما في مصلحه مشتركه بيننا وبين زبوني هي وين وين سيتويشن. هذا هو دائما هدفنا على كل فتره السنه يكون عندنا اوفرات عم بتربح. يكون طالع من الشاورو زبون في ضحكه على وجهه مبسوط غير انه شاري سياره حلوه وجديده يكون كمان ربحان جايزه قيمه يستفيد منها على فتره لانه في فتره 3 سنين ممكن يستفيد الواحد من السبين اند وين. كل تفاصيل السبين اند وين اكيد رح يكون بفقره الديل معنا باوتو فوكس. لكن بدايه حنضوي على الطراز الحلو للمازدا اللي معنا اليوم المازدا تروا سيدان 2.0 نحكي اكثر عن شكل السياره. توني بما انه صارت السياره على الناحيه الخلفيه شكل المازدا تروا اليوم طاغي صار معروف كثير ومثل ما حكينا سيارة متوسطة الحجم يعني للكل ما عندها سيجمنت معين. مزبوط هي بين المازدا 2 والمازدا 6. أهم شيء دائما عم نشوف الديزاين تبعها عم بيكون فيها هالماسلز السيارة يعني بنشوف نحن من ورا من قدام بتشوف الفندرز تبعها هيك فيهم ماسلز اللاينز عم بيكونوا ليفتد عم بيكونوا هيك فلوينج يعني مش انه زيح واحد بتحسه مزبوط يعني من ورا في عنا زيح ببلش من العالي بينزل نزول من قدام كمان بتلاقوا بالنص هذا بيعطيها شكل سبور وبيخليها تصير حجم اصغر مع انه هي سيدان يعني هاي الشغله مقصوده لحتى تكون بهالشكل هيدا. ويل بيس عم تكون 270 من اطول ويل بيس بالسوق. عندك شورت اوفر هانكس جنوتها 16 انش عم نشوفهم. هيدي هي كمازدا 3 عم تفرجينا كومباكت كابن ستريتش عم بيكون ليفرجيك اللايك كوبي لايك يعني كان السياره كوبي علما انه في عنا الفول سياره اللي فيها الزوايد بعد تجي جانت 18 تجي مع دبل اكزانر مع فوق لايتس وكمان امور بعد اضافيه على السياره. من ناحيه الشكل بعد عندنا كمان ناحيه اماميه حلوه كثير هالديزاين الرائع اليوم لمازدا. طبيعي مثل ما بنشوف دائما نحن ككودو ديزاين هو جريل عم بيكون 5 فولت بارز مع وينج كروم عم بيكون هذا هو الايدنتي تبع مازدا اللي عم نشوفه دائما. الاضويه اللي عم بيكونوا شوي هيك نت فيجن عم بيكونوا لوب الانديكيتر تحت عم بيكون السيجنال لامب عم بيكون مفصول عن الضوء لحتى يعطي شوي هيك كمان نت يعني الفيجن عم بتكون اوضح بكثير بالليل. هنا ناحيه الشكل ديزاين ما نحكي هلا انتيرير المازدا تروا سيدان. الناحيه من جوا عم نشوف السياره كثير حلوه توني اكيد كل شيء اوبشنز كنا سبق وحكينا عنهم بحلقات سابقه رح نرجع نستعرضهم سريعا معك. اكيد جورج دائما المازدا 3 من جوا عم تكون سياره هي سياره ميد سايز بس واسعه من جوا. اهم شيء عم نشوف دائما الشخص اللي عم يكون كشوفير قاعد بمطرح فت له عم يحس حاله الادجستبل سيت عم يعلى بيوطى بطريقه كثير براتيك. كولابسبل ستيرنج عم يكون في عندنا هون مع التلت ادجستمنت كمان يعني هي شغله كمان لحتى في ناس عندها وجع بايديها هيدا كثير عم تريح الناس. في عندنا الاوديو كوماند لحتى تتحكم بالراديو بكل شيء بالتاتش سكرين مع فويس كوماند لحتى نحكي مع الشاشه. بلوتوث عم يكون كله بالستيرنج لحتى دائما الشخص اذا على الستيرنج ويل عم يكون مركز بس على الطريق فور السيفتي عم نحكي ويكون دائما مركز لحتى يكون حامي حاله. حتى اذا بدك تشوف الـ هون الفيتاس قديش عم بيكون بدك تنقل حركه ايدك من الستيرنج سهله جدا وحتى الارم بس اللي عم نشوفه نحن هون فري جوينت انجلز يعني مثل كانه استرونوت بالفضاء ما في بريشر بتحس انه انت عم تحرك ما في شيء عم يزعجك هون لتقدر تحرك ايدك من خلال على الفيتاس والكوماندر اللي هو بالسنتر كونسول. هو شغلات مدروسين لحتى يكون الشخص يعني راحه تامه للسيارة انتي ستريس عم بيكون صدقني راحه تامه وهذا هو البلاجر اللي عم يسوقه اللي عم يشوفه زبون لما يكون سايق مازدا عم بحس فيها وهذا راي زبوناتنا على صراحه حبيت بصراحه هذا الانتي ستريس انتي ستريس لانه خاصه بلبنان يعني الستريس دائما عالي وبعجقه سير بدك شيء يريحك كليا
ومثل ما قلت يعني حتى لقطة الإيد مدروسة هون بين كل شيء كوماند والفيتاس والمقود ليكون السايق مرتاح كليا 100%. مشان هيك بنشوف الشايب حتى مدروس بطريقة عاملينة هون لحتى تكون بالكونسول اللي ورا كرمال هالشغلة هيدي لحتى يكون الشخص عم بيكون مرتاح ماكسيموم وتكون هالسيارة مزبوط في عم تتفاعل معه يعني مريحته بارتنر مزبوط لأنه ثلاث أرباع وقته سواقة باللبنان الشخص عم بيكون متابع فقراتنا محكي performance المازدا 2.0 سيدان. كمان عم نرجع نشوف السيارة من ناحية الخلفية السيارة الحلوة كتير المازدا 3 سيدان 2.0 توني. هلا صار وقت نحكي performance، خبرنا اكثر اليوم 2.0 يعني عم نحكي قوه اضافيه قد عم توصل كم حصان؟ 153 هورس باور ل 2.0 كثير مهمين بهيك سياره. الاهم من هيك انه هالتكترونيك 6 سبيد فيه الفول رينج لوك اب دائما عم نذكر فيه لانه مش كل السيارات موجود فيهون يلي هو بيخلي دائما حركه الانجن عم تنتقل بطريقه سريعه على الطريق. سموث شيفتنج بتحس دائما الفيتاس عم يشتغل بطريقه كثير سريعه وهذه شغله بتخليك تحس مزبوط بالرياحه مش هالتنتيع خلال فتره السواقه من فيتاس لفيتاس. وكثير مهم يكون الشخص عم يسوق مرتاح بالمازدا 3 ابي اس بي دي كل انظمه السلامه كمان سبق حكينا موجودين كلهم بالسياره. اما هلا صار لازم نحكي عن فقره الديل المهمه بحلقتنا لليوم انا عم ضوي عليها على العروضات الجديده وجوائز كمان رح نتعرف عليها من مازدا. خليكم معنا. Spin and Win سبق وحكينا ببداية الحلقة بشكل هيك كتير صغير عن الموضوع. توني عنا جوائز من 250 ل 1900 دولار ممكن يحصل عليها أي شخص اليوم بده يشتري مازدا. مجرد ما يشتري السيارة نقول له مبروك بيروح بيقرب على Spin and Win وبجرب حظه. مزبوط نحن حاطين 250 حد 1900 دولار لحتى تكون نسبة الربح يعني قريبة جدا حتى ما يكون انه شخص ال 250 هون و 1900 دولار هون. هات لنشوف شخص ربحان دايما معنا انا وحظي والله جوز 250 يا زلمه طب مش دايما اللي فات مرت الماضي عارف ماشي الحال بسمح لك مره ثانيه فيها على كل حال احنا كل شخص عم يفوت على المازدا جورج نحن دائما عم نقول انه هو ربحان. نحن اكيد ربحانين لانه هو زبون عم يكون لنا بس هو ربحان دائما بالاوفرات اللي عم نعملها كان سبين اند وين او غير اوفرات على فتره كل السنه حتى بالديل اللي عم يكون 0.99 انترست اللي هو دائما موجود معنا دائما على كل المازدا لحتى يكون الشخص عم يوفر الماكسيموم وعم يحصل على سياره بسعر بفوائد قليله بس هي هاي كواليتي. اكيد يعني مثل ما قلت مع الفايده الواطيه مع هالعروضات الحلوه طبعا. ومع سياره سوبر منيحه اكيد واحد بفل ضحكة على وجهه من الشوروم بطبيعه الحال. شكرا توني على كل هالمعلومات عن مازدا وكمان عن العروضات الجديده. سبير اند وين معنا اليوم باستوديو اكيد موجوده بكل شوروم مازدا بلبنان. الى اللقاء دائما على MTV.